ان شاء الله الموسم القادم غتكون مفاجآت كبرى ايضا من دول اخرى من القارات الخمس. سعد القادر يعني احنا بغينا كاع الرجال ديال ابناء اسفين اللي كيهاجروا، وحنا اليوم 10 غشت هو اليوم الوطني للمهاجرين المغاربه، والذي اقره جلاله الملك محمد السادس نصره الله سنه 2003 للاحتفاء بابناء الوطن المهاجرين بالديار الاوروبيه والامريكيه والعربيه والاسيويه والافريقيه. شكرا من هذا الجمهور الرائع. السلام عليكم، مبروك العيد. مبروك العيد. شكرا. بغيت كنشكر الجمهور ديال اسفي والجمهور ديال مدينتي اللي بعد تقريبا 30 عام وانا غايب على اسفي كنجي قليل، وهذا العام دوزت تقريبا عام هنا باش نشوف باش ندير المهرجان ديال الكوريغرافي. الكوريغرافي هو الرقص التعبيري، حتى الرقصات اللي كانت في افريقيا بالمغرب كانت رقصات، يعني كل شاك موفمون عنده تعبير. وكنشكر الجروب ديال بالي افريكا، لان العميد ديال الجروب ولا كيهضر بالمغربيه اكثر من الافريقيه. اوكي دابا غادي نقول باش يدخل نديرو اذا ربما جبتي العديد من الدول، ولكن ما عمرك شفتي اروع جمهور على المستوى العربي هو جمهور مدينه اسفي. جمهور ديال اسفي انا عارفه مزيان، انا كنشوفهم في الانترنت، كنشكرو بزاف وكنشكر بعدا على الخصوص الجمهور ديال لو سي اس اللي كيشرف بينا في ناحيه كره القدم. كنشكر جميع الرياضيين ديال مدينه اسفي وجميع الفنانين. كان نقول غير حاجه بان انا راه كنضرب في المدينه وكنشوف السيد فوزي متولي ممثل الجاليه المغربيه بتورنتو بكندا. اذا معنا السيد فوزي متولي ممثل الجاليه المغربيه بتورنتو بدوله كندا، وهدية كعرب المحبة لرئيس جمعية المهرجان الدولي لأسفي، وهي بالمناسبة لجميع أعضاء الجمعية كعرب المحبة. شكرا سي فوزي متولي. شاعرة من مدينة أسفي فاطمة معيزي، باحثة في التراث الفني لأسفي. الباحثة في التراث الفني للأسف تشجيع الطاقات. شكرا لمن هذا الجمهور. قبل ذلك لفاطمة قلت نصبح، قلت نصبح ونمسي على مدينتي، قلت نصبح ونمسي على مدينتي ولا عيطات ولا عيطات اللبي ومحبتها دفينتي. رجالة سبوعة، رجالة سبوعة ولداتهم حبيبتي، ونساها وردات ونساها وردات يقلعوا الضيمي إلا بغيتي. مين من على منصة شيدت بكل حب برحاب مدينة أسفي التي تزهو بقلوبكم الدافئة، ومن وسط باقات الزهور التي أينعت بالتربة المباركة، ومن بين أيديكم أبتكم أزكى التحايا وأطيبها. شكرا للمنظمين وللمنظم الذي حمل حلما من ديار المهجر ليحققه بمدينتي بكل فخر وأمانة. شكرا لكل المدعمين والمساهمين والغيورين على أسف الروح والقلب. شكرا للسلطة المحلية، للسلطة الأمنية التي تم هذا المهرجان في ظروف رائعة جدا. شكرا لوزارة الثقافة والإعلام.
الاتصال وشكرا لجمهورها. ويشرفنا حضور الشاعرة فاطمة معيزي باحثة في التراث الفني، قدم لها الهدية الرمزية كعرض المحبة رئيس الجمعية الدولية لمهرجان آسفي سي عبد القادر. شكرا.